السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة التجارة إجراءات جديدة لمساعدة المستثمرين والشركات الأجنبية. أعلنت وزارة التجارة عن العمل على نظام الأتمتة لتسهيل إجراءات المراجعين، فيما أشارت إلى اتخاذها إجراءات لتخفيف العبء عن الشركات الاستثمارية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن وزارة التجارة من خلال إصدار إجازات الاستيراد وعمل إدارة تسجيل الشركات استطاعت توفير إجراءات شفافة وواضحة لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الأجنبية لإصدار رخص لهذه الشركات سواء كانت عامة أم خاصة، وكذلك الفروع للشركات الاستثمارية العالمية في بغداد وبقية المحافظات. وأضاف حنون: نعمل الآن على نظام الأتمتة وتسهيل مهمة المراجعين لدائرة تسجيل الشركات والشركات العامة للمعارض والخدمات التجارية. فقبل أيام اتفقنا مع أحد الشركات للدفع الإلكتروني بغية مساعدة هذه الشركات على الدفع من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية، وبالتالي سهلنا كثيرا من عمليات المراجعة وعمليات الروتين القاتل الذي كان يحصل في السنوات السابقة. وتابع أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن الشركات الاستثمارية للحصول على الفرص داخل العراق، فضلا عن الإجازات بالاستيراد للمواد الداخلة للعراق عبر البوابات والمنافذ الحدودية.